السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد تجد طفلا أو شيخا كبيرا نبذوه بالعراء وهو سقيم، لا يعلم حاله إلا الله وقليل من الناس. قد تكون أسرة فقيرة مستورة لا يسألون الناس، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. إذا علمت بهذا الواقع فأنت سفير الفقراء إلى المؤمنين الأغنياء. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. لم يأمر الله سبحانه وتعالى بإطعام المسكين وكفى، بل أمر بالحض على إطعام المسكين وكسوة المسكين وإيواء المسكين من البرد والحر. لا يكفي أن يقدم الإنسان الخير، بل يجب عليه الدعوة إلى فعل الخير والحض عليه. الإغاثة هي أكبر معروف تأمر به، والبخل في الكوارث هو منكر تنهى عنه. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. روى ابن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن دابته ماتت وقد انقطع به السبيل، فأعطني يا رسول الله ما أركبه. فاعتذر له النبي عليه السلام بأنه ليس عنده ما يحمله عليه. فقال رجل وكان حاضرا عند النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أدله على من يحمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. كل من كان دليلا ومرشدا إلى الفقراء، كل من أمر أو نصح بإعطاء صدقة أو بناء مستشفى أو شراء دواء أو إيواء مشرد، فله مثل أجر من فعل الخير. كما مدح القرآن الكريم فاعلي الخير والداعين إليه، ذم الممتنعين والمانعين للخير. اسمع كيف وصفهم الله سبحانه وتعالى: مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب. وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه أثيم وكفار، واعتبر القرآن عدم إطعام المحتاج وعدم الحض على الإطعام جريمة. فعندما يسأل المؤمنون من في النار، ما سلككم في سقر؟ قالوا: ولم نكن نطعم المسكين. في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. طوق النجاة في حفظ المال الحلال من التلف أو الهلاك فيما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. اللهم احفظ فلسطين وأهلها يا رب العالمين، والسلام عليكم.